هذا هاي مطار سيشل، تنزل من السيارة تأخذ البوردنج كارد. مول الصالة هاي الكبرة، مطار صغير. شوفكم داخل إن شاء الله. طبعا من داخل مطار صغير، هاي التفتيش وعقب الامجريشن. مطار صغير جدا على جزيرة ماهي. هذه الصالة الدولية، وبعدها في الصالة الداخلية مطار الصغير، لأن فيها لأنها طبعا عدة جزر. هذا المطعم اللي قبل الدخول إلى صالة السفر، اللي يبغى يشرب كوفي ولا شيء من عين، يبغى يسترجع حاجة بنوك، البنوك كلها من برا. هذا المطعم طبعا برا. الحين بدخل داخل الصالة، ما في مجال واحد يصور، ما في مجال. شو الطيارات واقفة ورا الزجاج. صالة صغيرة جدا، يعني لازم يسوون مطار قد هذا 10 مرات. هاي الطيارات اللي في الساحة، هاي وصلت طيران الإمارات بوينغ 737ER. هاي اللي تودي الطيارات الصغار، هاي اللي تودي الجزر الثانية. مطار صغير ومتكنم، السواح قد المطار بمئة مرة. صالة رجال الأعمال، شوفوا البحر من خلف المدرج. خذ اطلالة من هنا. دكان السوق الحرة، أنا أقدر أسميه دكان. 20 متر في 5 متر. من زاوية ثانية مطار سيشل، جزيرة ماهي، المطار الدولي. المطار الدولي على جزيرة ماهي، الجزيرة اللي فيها عدة جزر، بس هذا هو المطار الدولي على جزيرة ماهي. ساحة من داخل. الزين في مطارهم انك تتمشى لين الطيارة، هذا الزين في المطار. سلامي لجميع الأخوة والمتابعين جميعا، وإن شاء الله لنا عودة مرة ثانية إلى هذه الجزيرة وتغطيتها. للأسف يعني شاءت الظروف، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. شاءت الظروف أني ما أصور، يعني ما أغطيها، لكن إن شاء الله. يقول لك ما على الحي شيء بعيد. قبل الصعود صورة أخيرة، حاليا أغادر الأوتيل هذا اللي قريب من المطار في سيشل، قريب من مطار سيشل. ها
هذا المطار تصوره خطوتين عن المطار. لكن ان شاء الله وعدكم لنا رحلة، لنا عودة الى سيشن واكتشافه. للأسف انا وصلت في الليل هنا، مثل ما قلت لكم اللي هالبلد يبغى له ترتيب، يبغي له ترتيب من حجوزات طيران فنادق قبل لا توصلها سيشل وموريشس. هاي لا توصل، شوف المطار وين، خطوتين عن الوتيل. حاليا بغادر ان شاء الله لي رجع بعد اسبوعين اذا الله وفقني. هاي صالة البزنس كلاس في مطار سيشل، صالة بسيطة. طبعا على قد مطارهم. شيء بسيط جدا متواضع. الحين بتكون الصالة يمكن أوضح، فتحوا الستاير والشمس، صالة متواضعة حليوة. طبعا اللي عجبني صالة مطار موريشس كانت جيدة جدا. باخذ لفة عليها. الكروسان قبل الغلاء، وهاي الساحة بعدها الطيارة ما وصلت، توهم فاتحين المطار. شوفوا يا اخوان هاي بعض الطائرات الصغيرة اللي توصل الجزر هنا. فيه طبعا انت عندك خيار، يا انك تروح بالغارب يا اما بواسطة الطائرات الصغار. لعبة لعبة مو بطيير. مرة طرنا فيها مثل هالطيارة هاي من عاصمة البرتغال لين عاصمة البرتغال لشبونة لين أشبيلية في إسبانيا. هاي طيران سيشل رايحة جوهانسبرغ.